السمك دي بصلايه كده واخده لون محترم جدا. نبدا نجيب لها عندي طماطمايه وورق لورا نحط الطماطم كده وهي شغاله كده ام الدائي ورق لورا. ممكن اجيب لك الحاجه هنا اكون محضر بقى شويه رز مصر كده حلوين مظبطينهم، واجيب عندي شويه من بهارات السمك سيب الطماطم كده تتشبع كده حلوه من البصلايه اللي احنا حرقناها ديت عشان في الاخر تديكي نتيجه هايله للرز. نقوم واخدين الميه السخنه نظبط الملح بتاعك يا باشا ونسيبها تاخد الغلوه بتاعتها تمام، وبعد كده بنبدا ان احنا ايه نطلعها ونحط عندنا الرز. لسه عايزه ايه شويه ملح كمان نديها ملح. خلاص اهوت الغلوه تمام حلو جدا. نبدا ننزل عندنا بالرز المصري نقفل ياخد غلوه ونقفل، وبعد كده نهد عليه الطماطم دي. الطماطميه دي بتعمل شغل حلو جدا فيه، خصوصا لما تشوحيه مع البصلايه كده واللون بتاعه الحلو اهوت. نهد عليه النار خالص وما نقلبش فيه، لان انا ما شوحتوش وحطيت له الميه، انا ضفت الميه وبعد كده حطيت الرز، فما نقلبش فيه بقى، نحد النار خالص عليه بس كده ونسيبه لحد ما يبدا اللي هو يستوى معايا. اهو بص عامل ازاي الزاويه، بص ما شاء الله اللون بتاعها عامل ازاي. معجن؟ لا طبعا مفيش حاجه معجنه خالص، هي فلفل وزي الفل ما شاء الله.